معنا كمان الأخت مريم من كندا. أهلا وسهلا أخت مريم، أنت معنا على الهواء. مرحبا. أهلا وسهلا أخت مريم، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلي، شو اللي لمسك في هذه الحلقة في موضوع الفداء؟ مستمع كويس، الصوت مش واضح أوكي. بالنسبة لي اللي لمسك من خلال موضوع الفداء في هذه الحلقة. ألو. احنا سامعينك كويس اخت مريم، تفضلي. يعني حتكلم عن الفيديو، عن الاختبار بتاعي يعني، والحياة الجديدة اللي عايشها حاليا يعني قبل المسيح يعني. حاسة ان عندي حياة جديدة يعني. وكل الحياة بالنسبة لي جديدة يعني، قلبي جديد و عقل جديد بفكر يعني، التفكير بتاعي بيبقى مختلف يعني، وقلبي برضو بيبقى يعني قلبه مختلف يعني، يحس بالآلام بتاعت الناس ويحس بآلامهم يعني، من آلام المسيح يعني حسيت بآلام الناس يعني. عندي قلب جديد وعقل جديد، حتى تفكيري يعني اختلف يعني من التفكير اللي كان من قبل يعني. فكله يعني ربنا يعني اداني حياة جديدة يعني، بجد حياة جديدة في كل شيء، حياة جديدة يعني. يعني أنا كان تساكي ما في يعني، أشكر ربنا كتير 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 يعني، أشكر ربنا يعني، لأنه دي بالنسبة لي حياة جديدة يعني، بجد حياة جديدة وفي كل النعم الآن عايزها، وحياة فيها الطمانينة وفيها السلام الداخلي يعني. كنت أفتقد للسلام الداخلي كتير، أفتقد للسلام الداخلي، لكن هسا عندي السلام الداخلي، ودي حاجات مهمة بالنسبة لي يعني. فعندي سلام داخلي يعني، فحاسة بالسلام يعني. ربنا يباركك يا أخت مريم، أنت شكلك من خلفية إسلامية، ومن الواضح أن زي ما أنت قلتي كده أن الرب اداكي سلام داخلي كنت تفتقديه، وده هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه بالظبط، اللي احنا السلام الداخلي اللي بيفتقده الإنسان، الطمأنينة والثبات على كلمة ربنا، الوعد بالأبدية، كل الأمور ده هي مش موجودة كانت. لكن مين اللي يقدر يدينا ده؟ المسيح. ليه؟ لأنه هو أخذ مكاني واداني مكانه. أمين.